اهلا بحضراتكم من جديد، وهنشوف دلوقتي اللي اتكتب في السوشيال ميديا بخصوص اخر اخبار الاهلي. كلام كتير في ترند الاهلي، في ترند المحلي، في الترند العالمي. النهارده ترندات فيها موضوعات مختلفه ولكن موضوعات شيقه جدا. نطلع نتابع اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون معانا في ترند الاهلي. نبدا نشوف اللي اتكتب بقى في المواقع والصفحات والاخبار اللي نزلت في السوشيال ميديا. البدايه من ملعب القاهره 24، الاصابه تضرب رضا سليم قبل مباراه الاسماعيلي في الدوري. تفاصيل الخبر: رضا سليم اشتكى من العضله الخلفيه خلال مشاركته في التدريبات. بنسبه كبيره رضا سليم سيكون خارج مباراه الاسماعيلي نتيجه اصابته في العضله الخلفيه. طبعا فاروق كان معانا من الملعب التتش ومن الجزيرة، وكان معانا صورة التدريب، وشفنا كلنا رضا سليم في التدريبات الجماعية مفيش أي مشكلة، وبالتالي المعلومات اللي خارجة بخصوص رضا سليم كلها موضوعات غير سليمة. طيب، المصري الرياضي بيقولوا كولر يدرس استبعاد رباعي الأهلي أمام الإسماعيلي. بص بقى كمان المصري اليوم بيقولك إيه: يتجه السويسري مارسيل كولر إلى استبعاد رباعي المارد الأحمر خلال مواجهة الإسماعيلي في الدوري. كولر يفكر في استبعاد رضا سليم، أليو ديانج، كريستو، ياسر إبراهيم بداعي إصابة أحدهم وعدم جاهزية الآخرين. طبعا رضا سليم كان قدامنا في التدريب، أليو ديانج كان قدامنا في التدريب، وكان حتى ليه صورة واضحة جدا هو وبيرسيتاو. فالكلام عن إصابات النادي الأهلي في المواقع يا جماعة للأسف كلام غير صحيح، مش هقول غير دقيق، لا غير صحيح، لأن الموضوع لما تعرض مستند صوت وصورة بينفي أي شيء بيتقال. فالموضوع بالنسبة لنا خلاص كل الكلام المكتوب ده غير صحيح، وأتمنى الناس يعني إيه تراعي شوية دقة الأخبار والمعلومات في هذا الشأن، خاصة لما بيكون إصابة. طيب، الوطن الرياضي بيقولوا موقف كولر من استبعاد الثلاثي الغاضب أمام الإسماعيلي. أنا كنت فاكر الثلاثي المصاب، الحمد لله بيتكلموا في شأن تاني. يعني الوطن بيقولوا إن الثلاثي عمرو السولية وحسين الشحات وقفشة سيتواجدون في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي بشكل طبيعي بعد الاعتذار إلى الجهاز الفني. أي لاعب يا جماعة متضايق من عدم المشاركة صدر منه أي تصرف على دكة البدلاء في لائحة بتطبق، ولكن الرؤية الفنية ليس لها علاقة بالغرامة المالية اللي بتطبق من خلال اللائحة. كده كده في قرار فني لمارسيل كولر، فكده كده سولية والشحات ومحمد مجدي قفشه النهارده القايمه هيتم اعلانها، او هنعرف القايمه من خلال تواجد الفريق في الاسكندريه. ونتمنى كولر في النهايه يختار التشكيله المناسبه ايا كان مين، احنا في النهايه بيهمنا الاهلي يكسب. في اي 11 راجل هيلعب، الاهلي قادر باذن الله انه يكسب باي لاعب، لان كلهم بسم الله ما شاء الله لعيبه على اعلى مستوى، احسن لعيبه في مصر موجوده في النادي الاهلي. كوره بلس بيقولوا تضاؤل فرص لحاق الشناوي بمواجهه الاسماعيلي بعد اصابته في السمانه. طبعا اصابه الشناوي يمكن فاروق قال لنا اجهاد بسيط في عضله السمانه، هيحتاج 3-4 ايام، وبالتالي طبعا من لما شفنا التدريبات دلوقتي مش موجود محمد الشناوي، فطبعا مؤكد محمد الشناوي مش هيكون موجود في قائمه بكره، ونتمنى باذن الله لحاقه بالمباريات في الفتره اللي جايه. والفتره اللي جايه مهم جدا كل لعيب ياخد باله من نفسه عشان نهائي افريقيا، نتمنى يا رب ان الكل يكون في اتم الجاهزيه والكل سليم، مفيش فيه اي شكوى من اي حاجه. فبدري بدري كده كل واحد ياخد باله عشان المرحلة الجاية مرحلة صعبة جدا، وسلامة الشناوي وكل اللعيبة يا رب في الفترة اللي جاية. الوطن الرياضي دخلنا بقى في موضوع العروض. عرض ألماني يهدد استمرار محمد عبد المنعم في الأهلي. الخبر بيقولوا إن في عروض من أحد الأندية الكبرى في الدوري الألماني بجانب عروض من أسبانيا وفرنسا.
وقالوا انه مينا ما عايز يرغب في خوض تجربه الاحتراف والرحيل، ولكن طبعا حتى هذه اللحظه لا منعم صرح بده ولا منعم قال حاجه زي دي، ومنعم مركز مع الاهلي في مشوار صعب ومهم جدا، والاهلي مقبل على نهائي صعب ومهم جدا، فالحديث عن العروض والتجديدات احنا بالنسبه لنا هنا خلاص مقفوله لغايه لما نعدي مباراه الدوري ومباراه الترجي. فيما بعد اي حاجه في مصلحه اللاعب وفي مصلحه النادي هتتعمل. بس انا عايز اقول لكم حاجه تاكيدا لهذا الكلام، نروح لكره بلس، لان هم قالوا هل تلقى محمد عبد المنعم عروضا اوروبيه للرحيل عن الاهلي؟ مصدر في النادي الاهلي بينفي بقى كل اللي اتكتب، بينفي كل انا بقول لكم بقى بشكل عام على موضوع العروض، الاهلي بيفكر ازاي والسياسه العامه دلوقتي داخل النادي الاهلي في الملف ده الناس بتفكر ازاي، مفيش مناقشه لاي حاجه. طب تعالى بقى للي هو ليه ما هو اهم، هل في عروض اصلا من انديه اوروبيه وصلت للنادي الاهلي؟ كره بلس سال مصدر في النادي الاهلي، المصدر رد وقال ايه نصا كده، لا توجد اي عروض رسميه لمحمد عبد المنعم للرحيل في نهايه الموسم، لا توجد اي عروض رسميه. الموقع بقى حط اللمسه عنده، قال لك ايه بس منعم بيترقب وصول عرضين في نهايه الموسم من الدوري الالماني والدوري الفرنسي. ما هو المصدر قال لك مفيش عروض، برضو انت مصر تقول ان في عروض جايه من المانيا ومن فرنسا، مش عارف. طيب نروح لحساب يلا كوره، مصدر يوضح ليلا كوره حقيقه رحيل الزنفولي عن الاهلي. انا كل المواقع اللي بشوفها النهارده لغايه دلوقتي يا اصابات يا غيابات بسبب اصابات يا عروض للرحيل يعني انا مش عارف والله، يا اشارة الكابتن ده لسه في حاجه جايه، ده لسه في كلام جاي، ده اصبروا بس، ده النهارده الفقره فيها يعني الزبد كله الكلام الحلو كله اللي انتوا ايه بتحبوا تشوفوه على السوشيال ميديا، ومن كتر النفي النفي انا خايف الناس تقول لي نفي النفي اثبات والله. بس هو الاهلي يعني لا قدر الاهلي خرج، ده الاهلي عنده مباراه مهمه يا جماعه، الاهلي عنده مباراه مهمه، الاهلي عنده ارقام قياسيه الاعلام ممكن يتكلم فيها من النهارده لغايه اخر شهر 5، مش هقول لك لغايه اخر الموسم يا زيدي، خليك لغايه شهر 5 بطوله افريقيا. فمش عارف موضوع يعني الزنفولي هيتكلم فيه دلوقتي وانت الموسم هيخلص في شهر 8 ولا في 9 ولا في 10، هو حد عارف بكره في ايه؟ يعني هل حد كان يتخيل ان الشناوي اتعرض لاصابه والاهلي يجي في يناير كان عايز يجيب حارس مرمى فيضطر يجيب حارس والوقت كان ضيق ما يقيدوش في القائمه الافريقيه، حد كان مدرك لده؟ بلاش دي. بقالي 10 شهور كل العناوين محمود متولي يرحل عن الاهلي، فجاه محمود متولي بقى عنصر مهم جدا في الفريق دلوقتي، لعب مباراه مازيمبي ذهابا وايابا. بلاش متولي، اكرم توفيق. اتقال لك ان اكرم توفيق وصل لمرحله غرامات ومشاكل وكولر مش عايزه. اكرم توفيق نجم الاهلي في مباراه العوده ولقاء الذهاب امام مازيمبي. هل ممكن اكرم يمشي بعد المباراه اللي اداها دي؟ يا جماعه الكوره دايما فيها متغيرات، ما تستعجلوش على فكره مين اللي رايح ومين اللي جاي. احنا لسه الموسم مستمر لغايه شهر 10 اللي جاي او للسنه الجايه، محدش عارف الرابطه هتمشي الدوري ازاي. ما تستعجلوش. احنا لو في الدوري الانجليزي خلاص باقي شهر والانتقالات تبدا، لكن احنا لسه بدري. هو حد عارف موقف حراسه المرمى دلوقتي؟ حد عارف في ايه بكره؟ يعني انا مش عارف والله الناس بتتسرع، ولو سالت المصدر المصدر هيرد عليك يقول لك ايه؟ موضوع سابق لاوانه، لا حسمنا بقاؤه ولا حسمنا رحيله. تعاقدنا معاه على سبيل الاعاره وفي بند معين بعد نهايه الاعاره. في التوقيت المناسب طبقا للرؤيه الفنيه هتتقال، طب الرؤيه الفنيه دلوقتي؟ لا ما تنفعش دلوقتي طبعا، واديتكم امثله. بلاش اكرم ولا متولي، احمد عبد القادر، يلا اهو نسيب الورق، احمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان ماشي في يناير رايح روسيا، شوف وخلاص وناس قالت ان هو رايح الزمالك او رايح روسيا ويرجع على الزمالك، ده راح في حتت كتير او رايح الخليج احمد عبد القادر دلوقتي ايه بقى من نجوم الفريق، مباراته مع مازيمبي ذهابا وايابا ورجع في حسابات الجهاز الفني. يا جماعه يعني كل سنه والله العظيم بنقول نفس الكلام ومفيش فايده. ماشي نروح نشوف ايه اللي بعديه. الحمد لله احصائيه اخبار الدوري المصري سبورت 360 بيتكلموا على علي معلول. علي معلول في دوري ابطال افريقيا 38 مساهمه تهديفيه، النجم التونسي لا يمل من نشر سحره. علي معلول زي ما بيقولوا عليه دايما في ملك الحلول، اسرع دليفري في مصر. لو ما تبص على الارقام القياسيه 38 مساهمه تهديفيه مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، 11 هدف و27 اسيست. طيب نروح للوطن الرياضي، والاهلي يرد على منح معلول شارة الكابتن في الاهلي. بصوا بقى ايه دخلنا بقى ايه، بقول لكم ده لسه في الزبط جايه، ده في كلام كتير جاي، مش عروض بس وصفقات ومين جاي ومين ماشي، لا ده احنا كمان دخلنا في الشاره، صراع على حراسه المرمى، صراع على الشاره، انا مش عارف والله يا جماعه الناس بتجيب الكلام ده منين.
طب ايه المشكله في موضوع شرط الكابتن؟ عايزين نعرف بس الناس عايزه توصلنا لفين. قال لك ايه بقى؟ رد مصدر مسؤول في النادي الاهلي على حقيقه رفض مارسيل كولر منح شاره الكابتن لعلي معلول خلفا لمحمد الشناوي. المصدر قال انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ انا بقولها لكم من البلد اهو، بيجيبوا الكلام ده منين؟ اولا شاره الكابتن ليها نظام داخل النادي الاهلي وبالادميه. حاليا كابتن الفريق رامي ربيعه نتيجه ان الشناوي مصاب. طيب رامي لو الجهاز الفني هيريحه ماتش الاسماعيلي في محمد هاني، بعد محمد هاني في ترتيب. هل الترتيب ده ممكن الجهاز الفني يقول لك لا؟ ما بيحصلش. ايه الفكره اللي احنا نقول علي المفروض ياخد الشاره في ماتش الاسماعيلي بس كولر رافض؟ ايه الموضوع يعني؟ انا عايز افهم، عايز اوصل للموضوع، فين المشكله؟ اولا لا كولر تدخل في حاجه زي كده، ولا الموضوع ده اتطرح اصلا قبل كده، ولا حد عارف اصلا قائمه الفريق بكره، ولا التشكيله هتبقى ايه عشان نقول الشناوي مش موجود ورامي مش موجود ومحمد هاني مش موجود. مين فين ازاي يعني؟ الوضع بقى صعب جدا 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 في الاعلام. حساب بطولات بيتكلموا على المشوار خالي من الهزائم. الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا حتى الان لعب 12 مباراه هذا الموسم في دوري ابطال افريقيا، كسب 8 وتعادل 4، والحمد لله يمكن اخر 7 مباريات في دوري الابطال كلين شيت لمصطفى شوبير، لم يدخل مرمى اي هدف، رقم مهم جدا وقياسي لمصطفى شوبير. اخبار الدوري المصري سبورت 363 بيتكلموا عن اكثر الانديه مشاركه في نهائي دوري ابطال افريقيا، ظهور مصري مميز بوجود مين بقى؟ بوجود الاهلي والزمالك. الاهلي بيلعب او هيلعب 17 نهائي، الترجي 9 نهائيات، الزمالك 8 نهائيات. ارقام يعني انت بتتكلم الاهلي والزمالك بس 25 مباراه نهائيه في دوري ابطال افريقيا، 25 مباراه نهائيه، مش ده رقم مهم جدا؟ الارقام اللي زي دي الاعلام ممكن يعمل تقرير واتنين واراء الناس في الشارع. انا من كام يوم شفت تقرير كده معروض في احدى القنوات بيقولوا ايه، بيسالوا الناس في الشارع استفتاء بعد عوده الشناوي من الاحق بحراسه مرمى الاهلي. والله العظيم بعد مباراه مازيمبي تاني يوم، مين الاحق بحراسه مرمى الاهلي، شوبير ولا الشناوي؟ ده الاعلام، دي التقارير والاستفتاءات اللي بتطرح على الناس في الشارع، مش رقم زي ده ممكن تتباهى بيه قدام انديه العالم كلها وامام انديه افريقيا كلها. 25 فاينل في البطوله الاهم في افريقيا، طرفيها ناديين من مصر الاهلي والزمالك.